بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أخواتي الغاليين في فيديو جديد إن شاء الله وفكرة جديدة. النهاردة هنستخدم الفروع أو الأغصان اليابسة من أي حديقة ممكن تلاقيها موجودة، أو عندك مثلا شجرة ماتت أو فرع وقع منها، ممكن أنت تستخدميه في فكرة النهاردة إن شاء الله. بدأت أول حاجة أعملها إن أنا أقيس كده 15 سنتي وأقص الفرع بالقصافة بتاعة البنسة، وبدأت إن أنا أعمل حوالي 4 أو 5 عيدان من الفرع اللي عندي، كلهم بنفس الطول، طول 15 سنتي. طبعا انت لو انت عايزة تعملي المجسم اللي احنا هنعمله دوت بمقاس اكبر، انت بتضعفي المقاس او بتحاولي ان انت تزودي شوية عن اللي انا المقاس اللي انا بس يعني بستعمله او بنفذ بيه. هنا بدأت ان انا اثبتهم مع بعض كده بمسدس الشمع، وبدأت ان انا املى الفراغ اللي ما بين الفروع وبعضها بالشمع من تحت علشان ما يكونش منظر الشمع من فوق مش كويس او الشكل مش مرتب معايا ومش نظيف. وبدأت هنا ان انا اجيب فرع سميك شوية واخدت منه حوالي 10 سنتي، بس هنا بنات انا يعني بدأت وانا بشتغل يعني بدأت بال10 سنتي وبعدين قصيت شوية لان كان الشغل عندي اخد ارتفاع، فانا حبيت ان انا اقصر شوية. بس انا بنبه ان انت لو هتعملي الخطوة دي حاولي ان انت تعمليها حوالي مثلا 8 سنتي، ما تقليش عن كده. بدأت ان انا هعمل منها قطعتين ودول هيتركبوا في المكان ده وهثبتهم في المكان ده، والقطعتين الصغيرين دول عملتهم مقاس حوالي 3 سنتي ودول انا حطيتهم كده على جنب لاني هحضر كل الاجزاء اللي هستخدمها في فكرة النهاردة، وبعدين هثبتهم مع بعض بمسدس الشمع. هنا اخدت من الغصن كده قطعتين صغيرين بعرض الاغصان اللي انا جمعتها مع بعض، وبدأت ان انا اثبت اول اجزاء اهيت بمسدس الشمع. بالنسبة بقى للعودين اللي احنا كنا عملناهم 10 سنتي، هنا انا كنت قصرتهم ل8 سنتي وبدأت ان انا اثبتهم كده في الظهر، وكمان ثبت كمان القطعتين اللي انا عملتهم بمقاس 3 سنتي دول انا ثبتهم من الامام. طبعا فكرتنا كده وضحت ان هي هتبقى عبارة عن كرسي حديقة. عملت كمان قطعتين صغيرين شبه اللي انا عملتهم في الرجلين تحت، عملتهم فوق بس كانوا مقاسهم اقل، دول كانوا حوالي 2 سنتي القطعتين دول. طبعا انا بستخدم هنا عندي منشار صغير، وممكن تستخدمي القصافة. طبعا انتي يعني تبع الخامات او تبع العدد اللي موجودة عندك، وعلى فكرة ممكن كمان تستخدمي سكينة مشرشرة هتبقى برضو تدي نفس يعني التكنيك او نفس الطريقة بتاعت المنشار. وكمان عملت قطعتين كده اللي هي مسند الايدين دي، وعملت قطعة علشان تدعم الكرسي عندي من الخلف وتبقى يعني دعامة كده ورجل زيادة. اخدت كده مقاس وحاولت ان انا اظبط الطول بالمسطرة من تحت عشان تبقى كل الاقدام متساوية، ما تبقاش الكرسي بيميل يعني كده، عشان يبقى متساوي على الارض. ثبت كده وحددت الاول بالقلم الفلوماستر، بحدد المقاس الاول وبحدد النقطة اللي انا هحط فيها الشمع، وبظبط كده زي ما انتوا شايفين بالمسطرة، وبقوم حاطة الشمع بتاعي عادي وانا مطمنة ان انا مش هغلط. طبعا انا كل عود بحطه وبعمل بيه اي قطعة يعني انا بقوم الاول بحدد بالقلم الفلوماستر علشان تبقى مقاساتي مظبوطة، وبعدين بقص بالقصافة او زي ما قلت لكم بالمنشار الصغير. هنا اخدت كده قطعتين دعامة كده للظهر بتاع الكرسي اللي احنا هننفذه، وبدأت ان انا اقص بقى يعني اعواد صغيرة من الاغصان دي، بس بايه بمقاسات مختلفة يعني ما اخترتهمش كلهم نفس السمك، بقيت اخد يعني سمك كبير وبعد كده سمك رفيع، نوعت. كانت يعني التنسيق هنا كان عشوائي يعني كنت بحط بشكل عشوائي عشان يدي منظر احلى.
هنا كنت بثبتهم كده، بحط الفرع واقيس واعلم بالقلم الفلوماستر زي ما اتفقنا، وبقوم بعد كده اقص. هنا الشغل هيطلع معاكي مظبوط، وان شاء الله هتبقى النتيجة معاكي جميلة. ويا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، وتكون الفكرة جديدة ومختلفة وديكور مختلف ومن خامة طبيعية وبسيطة ومش هتكلفك اي حاجة. اتمنى لو انت اول مرة تشوفي القناة او تتفرجي على فيديو عندي في القناة تدخلي تاخدي جولة في القناة وتشتركي بيها، وتعملي لايك لو الفيديو عجبك، وتعملي شير وسبسكرايب للقناة، وما تنسيش تضغطي على علامة الكل بدل من مخصصة علشان يجيلك كل اشعارات الفيديوهات الجديدة. نرجع للفيديو بتاعنا. هنا انا استخدمت الطبقة الخضراء اللي بتبقى في الاسفنجة او الاسبونج بتاعت غسيل الاطباق. اخدت كده القطعة الخضراء دي وبدأت ان انا اقص شوية كده صغير صغير، وكمان بدأت ان انا اتنيها كده بايدي بحيث ان هي تدي شكل منفوش شوية. وجبت برضو شريطة تانية وقصتها كده بطريقة عشوائية، وبدأت ان انا الزقها على الاماكن اللي باين فيها الشمع من الكرسي. طبعا ادت هنا منظر جميل، وبصراحة دايما عندي التصوير ظالم الشغل اللي بيتعمل. عندي بامانة الشكل في الطبيعة تحفة. اتمنى ان انتوا تنفذوها وتعجبكم كده زي ما هي عجبتني، بجد شكلها رائع وشكلها طبيعي قوي. اتمنى ان انتوا تنفذوها، هتتبسطوا بجد من الديكور ده. هنا بدأت بقى اخد القطعة الصغيرة اللي انا قصتها، وبدأت كده ان انا انعكشها كده بايديا، واقوم مثبتاها على الايد والقدم بتاعت الكرسي اللي احنا عاملينه، كأنه هو زرع كده لافف على الايد والرجل. كان شكلها بصراحة رائع. اتمنى لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا شير وتقولوا لي رأيكم. طبعا فكرة النهاردة كانت جديدة ومختلفة، كانت عايز اكمل بها فكرة الفيديو بتاع البرطمان اللي احنا عملناه. وطبعا كملت الفيديو بقى بتنة واصحابها، بنات دي العاب اطفال ممكن انت تستغليها وتعملي بيها ديكور جميل. انا هنا حاولت ان انا اعمل كذا شكل. اتمنى ان فيديو النهارده يكون فكرته جميله وعجبتكم، وياريت ما تنسوش تضغطوا لايك وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.